افتتحت الجلسة كالمعتاد وفق جدول الأعمال، وأدرتها بكل مهنية، ولم أخل بأي بند من البنود، ولكن حاولت أن أكون مهنيا تماما ولا أتنازل عن السياق القانوني أبدا، ولكن حصل ما حصل بسبب إصرار من الكتلة الأخرى على أن أخالف بعض القناعات الموجودة، وهي قناعات قانونية، وحصل اعتداء وشد، مما أدى إلى إصابتي بغيبوبة وشدة على الرأس هذه. والحمد لله أنا بصحة جيدة، وسأعاود افتتاح الجلسة والاستمرار بأعمالنا الروتينية.